شلونكم الطلاب؟ بخير إن شاء الله. الحمد لله بخير، شكرا دكتورة. اليوم المحاضرة الأخيرة من الجزء المخصص بالنسبة لي إعطاء لكم هو محاضرة Lotions, Liniments and Colloids. Lotion, Liniments and Colloids. What are lotions, liniments, and colloids? All of them are examples of dispersed system. All of them are examples of dispersed systems. So if anyone asks you, lotion, liniments, and colloids belong to which system, you should answer with dispersed system, maybe emulsion or suspension. Also, they may be solution. Into which a therapeutic agent may be incorporated. Some of them may be emulsion, some of them may be suspension, or some of them may be a solution, like for example, lotion. So they are another example of dispersed system and may or may not contain therapeutic agent. So they may be medicated or non-medicated, like other semi-solid dosage form. They may be applied for the effect of active ingredients that they contain or for non-medicated purposes. They are topical formulations. They are applied topically. Where? Maybe externally or into accessible body cavities, for example, mouth, rectum, or vagina. So they can be applied externally or to body cavities. يعني ممكن أنه تستخدم خارجياً أو استخدامها لأغراض أخرى مثلاً في داخل تجويف الفم والركتم والفاجينا. في أغلب الحالات لهذه المستحضرات تستخدم لأغراض علاجية لعلاج حالات موضعية مثلاً في حالة الهيمورويد البواسير أو الانفكشن أو الانفلاميشن الالتهابات الأخرى اللي ممكن تحصل inside body cavities. فأغلب الأحيان التأثير المطلوب من هذه المستحضرات هو local effect. أغلب الأحيان it has a local effect. واضح؟ يعني هذه المستحضرات قصة هي تعتبر مثال آخر على dispersed system اللي ممكن أنه تكون بشكل suspension، ممكن تكون بشكل emulsion، وأيضا جزء أنواع من نوع من عنده ممكن أنه يكون بشكل solution، مثلا lotions ممكن أنه يكون بشكل solution. لو كانت كل المواد ذائبة في الأكوياس ميديوم يكون بشكل solution. هذه المستحضرات تستخدم لأغراض موضعية عادة لعلاج حالات الالتهابات الموضعية والإصابات الموجودة في داخل تجاويف الجسم مثلا mouth, rectum and vagina in addition to the topical application on the skin. نبدأ بالمثال الأول اللي هو lotions. Lotions. ذكرنا احنا ضمن المستحضرات السيمي سوليد بريباريشنز كان عندنا كريم, اوينتمنت, جيلز, بيست اند اذرز. كان احسن الموجود بيناتهم من ناحيه يعني انه كمستحضر توبيكال سهل الاستخدام من قبل المريض هو كان الكريم. كان من السهوله انه يوضع على الجلد ويتم من السهوله ايضا انه يتم غسله. لكن مشكلة الكريم هو أنه ما ممكن أنه نضعه على الهيري سكين، ما ممكن نضعه على المكان المشعرة مثلاً على فروة الرأس هيد سكالب. زين، فلهذا استحدثت هذه المستحضرات اللي هي يطلق عليها lotions. Lotions can be applied to the hairy skin. أغلب الشامبو are lotions. So what are lotions?
What is the constituents of lotions? Lotions are formulated either as solutions مثل ما ذكرتوكم قبل قليل. إذا كانت جميع المواد ذائبة في الأكويس ميديوم فهي solutions or suspensions. إذا كان أكو قسم من الانجريدينتس ما ذائبة بالأكويس ميديوم فتكون بشكل suspensions. In addition to the therapeutic agents, they may contain alcohol, humectants, vehicle, or preservatives. يعني lotion هي مستحضر مائي. أهم نقطة تخلوها ببالكم. أهم نقطة باللوشن اللي يفرقه عن الليمنتس اند كولويدز إن هو مستحضر مائي ما بينه أويل وما أيضا ما بينه كحول، وإذا بينه كحول فهو بكمية غير أساسية، يعني ما يشغل جزء كبير، إنما يكون مثلا كوسولفنت يعني كجزء ثانوي. لكن الفيهيكل الأساسي باللوشنز هو الأكويس ميديوم. المواد الأخرى اللي ممكن أنه تكون متوفرة باللوشن، مكونات اللوشن إضافة إلى الأكتيف إنجريدينت المادة الأساسية الموجودة اللي هي المادة العلاجية، هو ممكن أنه يحوي على الكحول. It acts as a coolant يعني للتبريد. ليش؟ Because of the evaporation following application. بعد ما يصير evaporation للكحول يؤدي إلى تبريد المنطقة. And as a co-solvent. أيضا ممكن استخدامه كco-solvent. إذا كان عندنا مواد أخرى نحتاج أنه نضيفها ونحضرها بشكل lotion وكانت هذه المواد ما ذائبة بالأكويس ميديوم نحتاج إلى إضافة co-solvent أنواع من الكحول ممكن أنه تذوب هذه المواد وبالتالي يمكن تحضير محلول يحوي على المواد بشكل ذائب بسبب وجود co-solvent اللي هو الكحول. فهذا الغرض من وجود الكحول في اللوشن as a co-solvent and as a coolant. واضح؟ لكن مثل ما ذكرت لكم اللي يميز اللوشن عن الليمنت اللي راح اشرح لكم هو فيما بعد انه هو aqueous medium، بينما الليمنت راح تلاحظون انه هو عبارة عن alcoholic medium or oil medium ما aqueous medium. فهاي أهم نقطة تخلوها ببالكم أنه اللوشن هو aqueous medium ممكن أنه يحوي على مواد أخرى إضافة إلى الactive ingredients حتى يقدر أنه نقدر أنه نحضر المستحضر بشكل solution أو بشكل suspensions. فمثلا يحوي على الكحول كcosolvent and as a coolant. يحوي أيضا على الhumectants. Humectants act to retain moisture on the skin after application. تساعد على أنه منع الـ evaporation of the moisture or loss of the water from the skin. So it will result in a humectant effect. They may act as a humectant. يعني تمنع خروج الـ moisture من سطح البشرة أو الجلد. عادة الـ humectants المستخدم هو الجليسيرول. الجليسيرول هو الهيوماكتنس المستخدم لهذا الغرض to retain moisture on the skin after application. أيضا vehicle lotion or aqueous formulation therefore contain purified water with or without addition of buffer salts. يعني vehicle عادة يكون هو الأكويس ممكن أنه يحتوي على buffer ممكن أنه لا يحوي على buffer حسب intended purpose. حسب الـ intended purpose. فإذا احنا نحتاج إلى نضيفه إلى مكان معينة تحتاج إلى أنه نعمل بها buffer حتى يكون not irritant أو مثلا أنه يكون more active أو less degradation of the product ممكن أنه نضيف buffer. هو ممكن أيضا حسب استخدامه حسب المنطقة اللي مخصص إعطائه فيها ممكن أنه ما نحتاج إلى buffer. Preservatives component to stabilize suspended therapeutic agents. Preservative هو حتى نحافظ على therapeutic agent ما يساعدنا any degradation of the product because of the effect of the microorganism. فهذا هو هذه هي المكونات الأساسية للوشن. المكونات الأساسية للوشن هو therapeutic agent والأكويس ميديا إضافة إلى المواد الأخرى اللي هي الكحول كcoolant and co-solvent والهيومكتنت ك
moisture retaining agent والفيهيكل الأساسي هو مثل ما ذكرنا الأكويس ميديوم، إضافة إلى وجود البريزرفاتيف مثل ما ذكرنا. أي محلول مائي يحتاج إلى بريزرفاتيف لأنه يكون عرضة لنمو المايكرو أورغانيزم. أي محلول مائي لازم يحوي على بريزرفاتيف. واضح طلاب؟ نعم دكتور. Lotion is a low to medium viscosity medicated or non-medicated topical preparation. يعني هو من ناحية اللزوجة ما مثل الأوينتمنت ولا مثل الكريم، أكيد أقل. هو يصنف بين اللو والميديوم فيسكوسيتي. ممكن الفيسكوسيتي أكيد بتأثير وجود اللي هما أكتنت مثلا الجليسيرول يعطي هاي النوع من الفيسكوسيتي، فهو لو تو ميديوم فيسكوسيتي medicated or non-medicated topical preparations. يعني أحيانا بينه مادة دوائية وأحيانا لا يحوي على مادة دوائية. ممكن أنه يستخدم كسوذينج إفكت مثلا في حالة الكلامين لوشن، لا يحوي على مادة أكتيف إنجريديانت تعطي ثيرابيوتيك إفكت. They are different from liniments by being aqueous rather than oleogenous or alcoholic in nature. يختلف عن الليمنتس اللي راح نشرحها فيما بعد، انه هو عباره عن محلول مائي ما يحوي على ماده oleogenous or alcoholic in nature. ممكن يحوي على الكحول مثل ما ذكرنا لكن ليس كمكون اساسي. Lotions can be used for topical delivery of medications. ممكن انه يستخدم لتاثير موضعي حتى انه يحرر الماده الدوائيه موضعيا على السطح. مثلا الانتيبايوتكس ممكن انه يصير بها incorporation as a lotion. ممكن antiseptics، ممكن antifungal، corticosteroids، anti-acne agents. All of these medications can be incorporated to form lotion. Also, it can has a soothing or protective agents. ممكن أنه يحوي على can have soothing or protective agents. يعني ممكن أنه يحوي على تأثير ما شرط بوجود الميديكيشن، فقط يكون non-medicated لأغراض soothing، يعني يكون تأثير ملطف كما هو الحال في حالة الكلامين لوشن. كلامين لوشن اللي يستخدم مثلا في حالة chicken pox. chicken pox يحتاج إلى تأثير تلطيفي حتى لو كان ما بينه ميديكيشن وعلاجه أنتي فيروس. فهذا الكلامين هذا ما حيكون بينه أي ميديكيشن يعالج المشكلة الأساسية، إنما فقط هو راح يكون تلطيفي على البشرة. راح تشاهدون فيديو كيفية تحضير الكلامين لوشن. Sometimes the same drug substance is formulated into a lotion, cream and ointments. يعني عادة نفس أو في بعض الأحيان ممكن نفس الدواء يصنعونه بشكل لوشن وكريم وأوينتمنتس حسب رغبة المريض. ممكن أنه يختار النوعية اللي تلائم حاجته. الكريم مثل ما ذكرنا it's convenient of the three، هو أكثر واحد يكون convenient. ليش؟ because مثل ما ذكرنا it can be easily removed and is applied topically to the skin easily. But the problem is that it is difficult to be applied on the hairy skin. يعني ما من السهولة أن نضيفه على المكان المشعرة such as scalp فروة الرأس. Whereas lotion is less viscous مثل ما ذكرنا هو أقل viscous من بقية semi-solid preparations. وما يصنف ضمن السيمي سوليد، هو راح يكون بين الميديوم اند لو فيسكوسيتي، يعني ما ممكن انه يعتبر سيمي سوليد، هو اخف من الكريم والاوينتمنت البيست والجل. هو عباره عن ديسبيرس سيستم، ممكن انه يكون سولوشن، ممكن يكون سسبنشن. فاللوشن ممكن انه يتوزع بسهوله على الهير سكين، مثال على ذلك الشامبو. Many medicated shampoos are in fact lotions. نوع من الشامبوات اللي يضيفوا لها ميديكيشن مثلا to treat for treatment of hair loss they are in form of lotion. Lotions also have an advantage that they may be spread thinly compared to cream. يعني الكريم اذا انه وزعه على الطبقه على السطح ما
راح يكون توزيعه بشكل أسمك مما هو عليه في حالة اللوشن، وبالتالي is more economic. اللوشن more economic، يعني راح يتوزع على مساحة سطحية أوسع to cover a large area of the skin. فعرفت مس الفرق بين اللوشن والكريم؟ ليش احنا نحتاج إلى اللوشن في بعض الأحيان؟ اللوشن نفضله على الكريم في الحالات اللي نحتاج بها إلى مستحضر يحوي على مادة دوائية لإضافته إلى الهيري سكين، المكانات المشعرة، إضافة إلى أنه they can be spread thinly over the surface compared to cream. Thus it will be more economic. هذا فيما يتعلق باللوشن. لخص اللوشن أنه عبارة عن aqueous medium, maybe solution or suspension. It contains sometimes in addition to the active ingredients, may contain alcohol as a coolant and as a co-solvent. Also, it may contain preservatives, also humectants and other preparations or other material. هاي فيما يتعلق باللوشن. اللوشن هو عبارة عن مستحضر مائي، يفضل استخدامه على الكريم لأنه يكون سهل إضافته على المكانات المشعرة، ويمكن أنه يتوزع بشكل أوسع على السطح. واضح طلاب؟ مفهوم؟ أي دكتورة واضح. نعبر على لينمس كملهم وبعدين نرجع الفيديو عن كل مستحضر حتى تقدرون أنه تقارنون بيناتهم. لينمنس are الكحول or oil based solutions or emulsions، يعني ممكن أنه تكون alcoholic or oily solution or emulsions، يعني فيما لو كان الكحول أكيد راح يكون solutions، وإذا كان oily راح يكون بشكل emulsion. That are applied externally to unbroken skin، يعني هو يستخدم عادة أو دائما استخدام الليمنت هو externally، ما ممكن استخدامه حتى على السطح اللي بينه broken skin، يعني نتعرض إلى جرح أو فتح بالبشرة بالجلد، ما ممكن أنه نضيف liniments. They are applied to unbroken skin with gentle rubbing، يعني ميزته أنه نضيفه مع rubbing. rubbing يعني تعرفون أشنو، يعني مثل حك أو تدليك المكان. There are two types of formulation bases that are used in formulation of liniments. alcohol based liniments and oil based liniments، يعني التقسيم الأساسي للليniments هو عبارة عن الكحول based or oil based. ممكن يكون الكحول solution أو ممكن أنه يكون بشكل oil emulsion. راح يكون بهالنوعيتين هذه، إما التركيب الأساسي الميديوم هو راح يكون الكحول، أو الميديوم الأساسي بالنسبة إلى الليمنتس هو الأويل، وهو استخدامه يكون خارجي إلى المكانات اللي ما بها أي جرح أو شرخ، بحيث عندما يتم إضافة هذا المستحضر يتم إضافته مع تدليك المنطقة. الكحول based liniments act as counter irritant and rubefacients. بالنسبة إلى النوع الأول اللي هي الكحول based liniments، تستخدم ك counter irritant، يعني إزالة التهيج أو الحكة، أو يعني counter irritant تقليل التهيج أو الحكة، and rubefacients to cause reddening of the skin. And may act also، الكحول أيضا ممكن استخدامه ك penetration enhancer for the medication throughout the skin، مثل ما ذكرنا بالمحاضرات السابقة، أكو ضمن الـ penetration enhancer، ضمن المواد اللي تستخدم كـ penetration enhancer كان عندنا أنواع من الكحول مثل الإيثانول، هذا يزيد penetration للدراج خلال السكن. فوجود هذا الليمنس اللي يحوي على وجود الكحول اللي هو تركيب أساسي في الليمنس، يساعد على دخول المادة الدوائية خلال الجلد. In addition، أيضا كتأثير عادي بالنسبة للكحول هو cooling effect،
لأنه راح يصير بينه evaporation. هاي بالنسبة إلى النوع الأول اللي هو الكحول based liniments. الكحول based liniments الغرض من وجود الكحول هو إما ككولينج وإما كpenetration enhancer، وأيضا الاستخدام هو لغرض الكاونتر إريتنت لمعالجة الحكة أو التهيج أو يعني إيقاف التهيج الحاصل على سطح الجلد. And as a rubefacient, what is rubefacients? Rubefacients are those agents that cause reddening of the skin. تساعد على احمرار البشرة. فهذا النوع الأول من الليمنس اللي هو المكون الأساسي للوسط يكون الكحول. أما النوع الثاني هو oil based liniments، يعني الأويل هو المكون الأساسي للليمنس. Conversely, oil based liniments are employed for conditions in which massage effect is required. يعني تستخدم لغرض عندما يتم يعني دلك المنطقة يحتاج إلى استخدام هذا النوع من الليمنس. مثلا في حالة الالتهابات اللي متعلقة بالأعصاب أو التهابات اللي تصير بال أو نقول الأوجاع اللي تصير مثلا بالنيرف، مثلا سياتيكال فايبروسايتيز نيورالجيا، هاي الأنواع اللي يتم إضافة الماء المستحضر topical application of the preparation require massage during application. فإذا هذا النوع من المستحضرات يحتاج إلى oil based liniments وليس إلى الكحول. الكحول مثل ما ذكرنا يساعد على أنه يعمل cooling effect، يساعد على أنه يعمل يزيد penetration للدراج، إضافة إلى يقلل الحكة. أما الأويل فهو إضافته في حالات العلاجية اللي تتطلب مساج، مثلا في حالة السياتيكا اللي هي عبارة عن التهاب يصير في أسفل الظهر يأثر على الأعصاب اللي تمتد إلى الأطراف السفلى، فيتم إضافة الميديكيشن in form of liniments إضافة إلى fibrositis and neuralgia. هاي أمراض متعلقة بالأعصاب و الألياف العصبية الموجودة بالجسم. Typical oils used for this purpose are oranges oil and cottonseed oil. الأويل عادة المستخدم لهذا الغرض هو النوع اللي يسمونه oranges oil، هو مستخلص من البينات peanuts oil أو يسمونه oranges oil and cottonseed oil، الأويل المستخلص من بذور القطن. هذا النوع من الأويل عادة يتم استخدامه في صناعة الليمنز اللي يحتاج إلى أويل ميديوم. Therefore, liniments are normally employed for treatment of inflammatory conditions, for example, sciatica, fibrositis, and neuralgia. Example of these preparations, أمثلة على هذه preparations هي camphor liniments, BP, methylsalicylate liniments. In addition to soup, liniments BPC is an example of alcohol-based liniments. يعني بالنسبة إلى الأويل لينمنس مثال عليها هو الكامفور لينمنس، وبالنسبة إلى الكحول لينمنس هو السوب لينمنس. سوب لينمنس أنواع خاصة من الصوابين مصنعة بشكل لينمنس تساعد على أنه تحقق أغراض معينة مثل ما ذكرنا سابقا اللي هي مثلا كاونتر إريتنت، ممكن أنه تستخدم بشكل soup liniments. In general, no other excipients are used in the formulation of liniments. يعني بشكل عام هذا هو المكون الأساسي للليniments، هو الأويل والأكويس ميديوم. فحسب الintended preparation، حسب الغرض من إضافته، قد يكون بشكل كامفور، قد يكون مثل ساليسايليت، قد يكون بشكل soup. عادة هو الميديكيشن والميديوم اللي عندنا، ممكن أويل وممكن الكحول in nature. أيضا إن شاء الله سأطلعكم على فيديو يساعدكم على فهم كيفية تحضير الليمنس. الليمنس هو مستحضر مكون بشكل أساسي من كحول، والنوع الآخر اللي هو الوسط الأساسي له هو الأويل.
كل واحد منها لها استخدامها. اللي تحوي على الكحول تستخدم لكونتر إيريتنت، روبيفاشينس لعلاج الحكة وتهيج البشرة، وكذلك تساعد على دخول المادة الدوائية خلال الجلد بسبب وجود الكحول كبنتريشن إنهانسر، إضافة إلى الكولينج إفكت. أما الأويل بيس إلينمس تستخدم في حالات الإنفلاميشن معينة اللي تتطلب مساج، مثلا في حالة التهابات الظهر، سياتيكا، فايبروسايتيز، نيورالجيا. هذه الأمور كلها تتطلب أثناء إضافة المادة الدوائية هو عمل تدليك أو مساج حتى يساعد على أنه تخفيف الألم موضعيا. All liniments، بالنسبة إلى liniments، عند تعبئة liniments نخلي ببالنا ثلاث أمور، اللي هي أولا لازم العبوة تحوي على الإشارة إلى أنه لا يمكن استخدامها إلا خارجيا. It's only for external use. The label should contain the word for external use and must never be taken internally. هي لا تخصص للاستخدام الداخلي. هي عبارة عن مثل ما ذكرنا كل الميديام ما له عبارة عن كحول، ما ممكن استخدامه داخليا. إضافة إلى الأويل أيضا. Liniments that are emulsions or that contain insoluble matter، يعني إذا كانت اللينمنس هي عبارة عن emulsion كما في حالة الأويل بيس لينمنس، لازم أنه يعمل المريض قبل ما يضيفه يعمل shaking. So the label also should contain the word shake well. Shake well. في حالة مثل ما ذكرنا إذا كان يحوي على مواد عالقة أو محضر بشكل emulsion، بهالحالة يجب رج العبوة قبل استخدامها. Liniments should be stored in tight containers. لازم أنه تنخزن في tight containers، يعني نحافظ على أنه يكون العبوة مغلقة جيدا. ليش؟ لأنه تحوي على الكحول اللي هو بسرعة راح يصير بينه evaporation، وبالتالي يأثر على concentration of the active ingredient. Depending on the individual ingredients, liniments are prepared in the same manner as solution, emulsion or suspension. يعني بنفس طريقة تحضير solution والemulsion and suspension، نفس الفكرة راح يتم تحضير liniments لأنه هي حسب مكوناتها. فإذا كانت مكون liniments هو oil، حضره بشكل emulsion، وإذا كان الكحول حضره بشكل solution، وإذا كان تحوي على مواد أخرى غير ذائبة فهو بشكل suspension. مفهوم؟ بالنسبة إلى liniments أهم نقطة هو أنه نذكر المريض بكتابة shake well on the label and not for external use. In addition to that, it should be closed tightly, stored in a tight container. هاكل ما يتعلق باللينمنس. اللينمنس هي عبارة عن مستحضرات قد تكون oily or قد تكون alcoholic in nature. Alcoholic preparations, they are counter irritant mainly, whereas the oily preparations, they are used for massage for treatment of certain inflammatory condition. مثل ما ذكرنا اللينمنس هي قد تكون solution، قد تكون emulsion أو suspension، فيتم تحضيرها بنفس الطرق العامة لتحضير هذه المستحضرات الدوائية. مفهوم اللينمنس طلاب؟ أحد عنده سؤال؟ واضح. مفهوم دكتورة. كلوديون. Collodion is a clear or slightly opalescent viscous liquid. يعني هو عبارة عن مستحضر clear شفاف or slightly opalescent يعني براق. Viscous liquid prepared by dissolving cellulose nitrate pyroxylene 4% weight per volume in a mixture of 3:1 ether and alcohol. هذا هو هي مكونات الكولوديون. يعني الكولوديون هو عبارة عن مزيج يتكون من إضافة سيليلوز نيتريت اللي هو بين قوسين يطلق عليه البيروكسيلين بتركيز 4% weight per volume،
مع مزيج بتركيز 3 إلى 1 من الإيثر والكحول. بالتالي المستحضر هو عبارة عن أغلب مكوناته هو الكحول، فبهذا يكون highly flammable and volatile and should be preserved in tight container remote from fire and at a temperature not exceeding 30%. يعني يجب أنه تكون الحرارة ما تتجاوز 30 سيليسياس ديجري، يعني تكون الحرارة ما تتجاوز 30 درجة سيليزيا. ليش؟ مثل ما ذكرنا أنه المكونات الأساسية لهذا النوع من المستحضرات هو مادة أصلا قابلة للتطاير والاشتعال، لهذا يجب أخذ هذا الموضوع بحذر عند خزن هذه المواد، اللي هي مثل ما ذكرنا الكحول قابل للاشتعال ومتطاير، وكذلك أيضا الإيثر. الإيثر هو مادة تعتبر volatile and flammable. واضح؟ نعم دكتور. فالمكون الأساسي لهذه المستحضرات هو إذابة البيروكسيلين في مزيج من الإيثر والكحول. ينتج عن هذا المزيج هو تكوين مادة قابلة للاشتعال وسريعة التطاير، فيأخذ بنظر اعتبار هذا الأمر عند تخزينها أنه تكون الحرارة معتدلة ما تتجاوز 30 درجة سيليزية وتكون مغلقة بشكل محكم. For what we can use collodion? For what? Collodion is used when a prolonged contact of the active substance with the skin is required. يعني يتم استخدامها في حالات اللي تتطلب وجود طبقة سطحية على الجلد تفرز مادة دوائية لفترة طويلة. For example, salicylic acid. مثلا قد تكون المادة الدوائية هي salicylic acid اللي يساعد على علاج الورتس. The product is capable of forming protective foam on application to the skin. يعني بعد ما نضيف هذا المستحضر راح يتبخر الكحول ويتبخر الإيثار، فيترك على السطح عبارة عن فيلم يحوي على مادة دوائية ويبقى لفترة لأمد طويل يساعد على علاج المكان بفرز المادة الدوائية بالتدريج. It form a protective film on application to the skin and volatilization of the solvent. يعني هذا الفيلم يتكون بعد ما يتبخر السولفنت راح يترك طبقة سطحية بتأثير مكوناته، مثل ما ذكرنا هو عبارة عن كولوديون هو عبارة عن السيليلوز نايتريت مع الإيثر والكحول، فبعد ما يتبخر الإيثر والكحول راح تبقى هذه المادة تترك طبقة بشكل فيلم إضافة إلى المادة الدوائية اللي إحنا راح نضيفها. The foam is useful in holding the edges of an incised wood together. يعني في حالة إذا إحنا ضفناه على سطح جرح معين يساعد على أنه ماسك الجرح بحيث أنه يساعد على التئام وتماسك الجرح بعد إضافة هذا الفيلم. The foam is useful in holding the edges of an incised wood together. However, its presence on the skin is uncomfortable. بالرغم من هذا يعني إن هو راح يكون فيلم وهذا الفيلم راح يساعد على إفراز مادة دوائية حسب الـ intended use، وكذلك يساعد على إنه بالنسبة إلى الجروح أيضا راح يكون عند protective effect، راح يساعد على إنه يجمع الجرح بحيث يكون متماسك أكثر ويساعد على التئامه. بالتالي مشكلة هذا النوع من المستحضرات بعد إضافته راح تكون فيلم لكن راح يكون uncomfortable لأنه هو inflexible in nature، غير مرن، ما ممكن أنه إذا كان إضافته على سطوح متحركة مثلا الأصابع ما ممكن أنه نحركه لأنه inflexible in nature. لهذا حتى يحسنون الـ flexibility of the membrane this can be achieved by addition of castor oil. يضيفون castor oil إلى هذا المستحضر، بهالحالة راح أضيف
flexibility إلى الفوم الناتج فحسب استخدامه. إذا كان استخدامه على سطوح متحركة مثلا التويز مثل ما ذكرنا يضيفوا له كاستر أويل، أما إذا كانت المكان نفسه ما متحركة ما يحتاج أنه يعملونه flexible. Colloidia contain a high concentration of alcohol and ether. In this environment, no microorganism will grow. Therefore, there is no need for preservative. واضح؟ يعني المكون الأساسي هو وجود الأيثر والكحول اللي هي مثنينهم يشتغلون كبريزرفاتيف يمنعون نمو المايكرو أورجانيزم، فبالتالي ما نحتاج إلى أنه نعمل له بريزرفيشن. فالكولوديوم مثل ما ذكرنا يستخدم بسبب أنه بعد إضافته راح يتبخر الكحول والأيثر ويترك طبقة على الجلد. هذه الطبقة قد تفرز ما قد تستخدم أيضا for medicated purpose مثلا أو non-medicated purpose for support the area or protection. فكلا الحالتين هذا الفيلم راح يكون non-flexible. الاستخدام راح يكون uncomfortable if it is applied to moving parts of the body. Therefore, we add castor oil to the preparation if we need to add the collodion to moving parts, for example, to the toys. يعني مثلا إذا نحتاج إضافة salicylic acid لعلاج parts of the toys, we use the type that is a flexible collodion that contain castor oil that help in movement of the parts. واضح طلاب؟ يعني الغرض الأساسي من الكولوديون هو أنه يكون طبقة. هذه الطبقة قد تستخدم حسب المادة اللي بداخلها. ممكن إضافة مادة دوائية مثلا ساليسيليك أسيد وبالتالي تفرز لفترة طويلة إلى حد ما يتم علاج المكان من دون أنه تتعرض إلى سطح خارجي لأنه مغلف. أو ممكن أنه يساعد على التئام الجروح ويساعد على أنه يشتغل ك protection for the area. فحتى نعالج ال inflexibility of the preparation نضيف الكاستر اويل. It will be more flexible and the part can be moved easily. هذه المستحضرات لا تحوي على preservative لأنه هي self-preserved بسبب وجود الكحول والإيثر. اعتمادا على ذلك ممكن أنه نقسم الكولوديون إلى قسمين. القسم الأول اللي يحوي على كاستر أويل نسميها flexible collodion، والقسم الثاني اللي هي salicylic acid collodion. flexible collodion عندنا نوعيتين متوفرة من الكولوديون بشكل عام. النوع الأول هو flexible collodion. It's prepared by adding 2% camphor and 3% castor oil to the collodion. يعني flexible collodion مثل ما ذكرنا التركيب الأساسي للكولوديون هو أشنو؟ هو عبارة عن بيروكسيلين مع إيثر والكحول. فإذا ضافوا إلى هذا المستحضر ضافوا له كاستر أويل وضافوا له كامفور بهذه التراكيز راح يتحول إلى flexible collodion. الكاستر أويل render the product flexible مثل ما ذكرنا حتى يصير مرن permitting its comfortable use over the skin area that are normally moved, such as fingers and toes. Whereas camphor makes the product waterproof. يعني يساعد على أنه يمنع الكامفور من دخول الماء إلى المكان. فهذول اثنين بوجود هاي المادتين اللي هي الكامفور بتركيز 2% والكاستر أويل بتركيز 3% نضيفهم على الكولوديون اللي هو مكون من البيروكسيلين والإيثر والكحول راح يتكون عندنا الفلكسبل كولوديون. هذا الفلكسبل كولوديون ليش يستخدمونه؟ مثل ما ذكرنا الكامفور يعمل ووتر بروف ما تتنقع على المكان حتى، والكاستر اويل تكون فلكسبل اكثر. فيستخدموها الاطباء فوق الباندج، يغلفون الباندج حتى اشنو؟ مثلا اذا مريض كان تعرض الى كسر او تعرض الى جروح ما يقدر يشيل الباندج لفتره طويله، يحتاج الى انه يغسل المكان اثناء الاستحمام،
فيغلفون المكان باستخدام الفلكسيبل كولوديون، يغلفون الباندج بهذا الكولوديون فتتحول إلى فلكسيبل أولاً، إنه هو سهلة الحركة، وثانياً تمنع دخول الرطوبة أو الماء إلى المكان. هذا هو الاستخدام الأساسي للفلكسيبل كولوديون. واضح طلاب؟ طلاب مفهوم الشرح؟ نعم دكتورة. هذا النوع الدارج من الفلكسيبل كولوديون. النوع الآخر الشائع هو الساليسيليك أسيد كولوديون. من اسمه ساليسيليك أسيد كولوديون، يعني تحوي على ساليسيليك أسيد لأغراض طبية لعلاج الورتس. فمثل ما ذكرنا راح نستفاد من الكولوديون لغرضين. الغرض الأول أنه يعمل delivery of salicylic acid over a prolonged period of time، يعني ما جرعة وحديد هنا وتروح بالغسل وانتهى تأثيره، إنما بإضافة الكولوديون راح يكون فيلم يستمر إفراز السليسيليك أسيد بجرعة معينة على المكان، وكذلك أيضا تساعد على أنه توفر غطاء للمكان، راح تكون بشكل فيلم، بالتالي أنه ما يتم إزالته بسرعة. Salicylic acid collodion is 10% solution of salicylic acid where in a flexible collodion. يعني ال flexible collodion السابق اللي ذكرناه هو عبارة عن waterproof، عبارة عن flexible collodion، يعني يحوي على الكامفور والكاستر اويل اللي نضيف على الكولوديون لأغراض الفلكسبيليتي وحتى نحقق waterproof preparation. فهذه نفسها استفادوا من عنده الخصائص انه يعالجون الورس باضافه الساليسيليك اسيد. الساليسيليك اسيد يضيفونه على هاي المكان، ممكن انه يغسل المريض، ممكن انه يحرك المكان بسهوله وما تتاثر، انما فقط راح يصير تغليف للمكان واستمرار افراز الساليسيليك اسيد. It is used for its keratolytic effects, especially in the removal of corns for the toys. Patients who use this product should be advised about their proper use. يعني المريض لازم ينصح شلون يستخدم الكولوديون. أول نصيحة بالنسبة للمريض هو أنه يتم إعلامه أنه هذا المستحضر الكولوديون يضيفه بشكل one drop. بعد ما تجف الدروب الأولى after should be applied one drop at a time on the corn or worse, allowing time to dry before next drop is added. يعني نضيف الدروب الأولى، نرجع نضيف الدروب الثانية بعد ما جفت الدروب الأولى. ها هي طريقة استخدامه، يعني ما نضيف المادة كلها على المكان مباشرة، إنما نضيفها بالتدريج. نضيف دروب وتجف، ونضيف دروب لخ وتجف، وهكذا. المريض ينصح انه بتاثير هذا الساليسيليك اسيد انه راح يصير الريتيشن للمكان اللي ما بها شيء، يعني اللي ما انه راح نضيفه على الورتس اللي هي بها مشكله انه عندنا فالول، فهاي المكان اللي حواليها اذا نضاف عليها الكولوديون راح ايش يعمل؟ راح يعمل الريتيشن فور نورمال اند هيلثي سكين. لهذا حتى نتجنب هذا الشيء ممكن انه ننصح المريض انه يحدد المكان باستخدام الوايت بتروليتم، نضيف الوايت بتروليتم حوالين المكان اللي احنا ما نريد نضيف عليها المستحضر، وبعدين نرجع نضيف الكولوديوم حتى ما تتغلف المكان اللي بيها وايت بتروليتم، تكون كحاجز. مثل ما ذكرنا الوايت بتروليتم هو اشنو؟ هو عبارة عن oleaginous preparation. It has an occlusive effect. Occlusive effect يعني يساعد على أنه تغلف أو تسد المكان. فإحنا ندهن المكان اللي حوالين المكان المصابة بالوايت بتروليتم، ونرجع نضيف الكولوديون على المكان المصابة بعد ما تجف وتكون بشكل فم، بالتالي حواليها ما كان وصله هذا المستحضر. Proper tightening and storage of the product after use are absolutely necessary. مثل ما ذكرنا الكولوديون هي مادة قابلة
للاشتعال، لأنه اثنين من الإيثر والكحول هي متطايرة وقابلة للاشتعال، فلازم ينصح المريض أنه يستخدمها بحذر. أولا ما يخليها بمكان درجة حرارتها تتجاوز 30 سيليزية، درجة سيليزية، أو قرب ما النار مثلا، أو يم طباخ، أو يم مدفأة. وكذلك أنه يغلق بإحكام حتى لا تطاير المادة، وبالتالي ما يشتغل إذا طايرت المادة، راح يتأثر تركيبه. هذا كل ما يتعلق بالكولوديوم. شرحت لكم بقية المستحضرات اللي هي ضمن الديسبيرس سيستم، لوشن، لينمنتس، اند كولوديوم. هذه الثلاث مستحضرات اللي بقت ضمن الديسبيرس سيستم تعتبر ايضا topical preparations may be medicated or non-medicated. تختلف واحدة عن الأخرى. اللوشن مثل ما ذكرنا هو مستحضر مائي، قد يحوي على الكحول، قد يحوي أيضا على هيوماكتنت مثل الجليسيرول، إضافة إلى البريزرفاتيف. قد يكون for medicated or non-medicated purpose. قد يكون for soothing effect مثل الكلامين لوشن، هاي non-medicated purpose، أو قد تكون for delivery of medication مثلا الانتيبيوتيك، انتيسيبتيك، انتيفانجل. أما بالنسبة إلى النوع الثاني اللي هو الليمنس، فهو عبارة عن مستحضر الكحول أو oily in nature. كل واحد من عندهم له استخدامه. الكحول يستخدم ككاونتر ايريتنت، أما الأويلي يستخدم فور مساج at the inflammatory area, at the inflammation of the applied area, of the affected area. اثنين أهم ما بهم أنه ما ينضافون على الأسطح الداخلية ولا على المكان اللي تنصاب بها مثلا جرح أو broken area. وكذلك إذا كان المستحضر بشكل emulsion أو suspension لازم يحضر ويتم رج المستحضر قبل الاستخدام. فهذا المستحضر اللي يكون بشكل emulsion أو suspension يكتب عليه عبارة shake well before use، إضافة إلى التنبيه الأساسي هو it's for external use only. مثل ما ذكرنا بما أنه تحوي على الكحول نوع من عنده لازم تكون مغلفة أو محكمة السد، بعد استخدامه يجب غلق العبوة بإحكام. النوع الأخير اللي هو الكولوديون هو المستحضر اللي يكون بشكل أساسي من مزج بيروكسيدين مع مزيج مكون من 3 إلى 1 mixture of ether and الكحول، يعني الأيثر يكون بتركيز أعلى. هذا المستحضر هو قابل للاشتعال والتطاير، يستخدم بعد ما نضيف على المكان لتكوين foam that is not flexible if it's alone. After addition of castor oil it become flexible. And if we use camphor with castor oil it is named as flexible collodion. Used only for covering of the bandage because it has waterproof and enhanced flexibility of the film. نفس هذا الفلكسبل كولوديون إذا ضافوا له ساليسيليك أسيد يتحول إلى النوع اللي يسمى بالساليسيليك أسيد كولوديون، اللي يستخدم لإفراز الساليسيليك أسيد على المكان لفترة طويلة. واضح طلاب؟ مفهوم المحاضرة؟ نعم دكتورة. هسه تشعون فيديو اللي عنده سؤال اللي ما مفهوم بالنسبة له أي شيء خليه يسأل أنا أوضح له. هسه نشع فيديوهات. ما شاء الله دائما نفس الطلاب اللي يحضرون كل يوم. هي من اللي يدوم يعني مصلحتهم بنفسهم.
ولو شوية أخرتوكم أباغ الوقت، لا بعد ما أباغ، إيه أباغ 3 دقائق نخشى بس هاي الكم فيديو تنهي المحاضرة إذا ما عندكم سؤال. هاي بالنسبة للفيديو الأول راح يكون عن تحضير اللوشن، الكلامين لوشن. أخذتمه بالمختبر العملي كلامين لوشن طلاب؟ كلامين لوشن مر عليكم؟ لا دكتورة، بعد ما خدنا له. Hello friends, welcome to the channel Solution. Today in this video, we will show you how to prepare calamine lotion and what are the uses of each ingredient used in the preparation of calamine lotion. So, first of all, let's know what are the ingredients used to prepare calamine lotion. Here, we have already weighed all the ingredients. First is the calamine. We have weighed 3 grams. And this is zinc oxide. We have taken 1 gram. Next is bentonite clay, weighed 0.6 gram. And last is sodium citrate, which we have weighed 0.1 gram. Next, know the liquids which are required to prepare calamine lotion. First, here we have taken rose water. In place of rose water, you can also use purified water to make up the volume up to 20 ml, means this is used for the dilution. Next is the liquid phenol, which we have to measure 0.1 ml. Next, we have to measure 1 ml. Here we have all the ingredients to prepare 20 ml of calamine lotion. If you want to prepare more than 20 ml, then you have to increase the weight and measurements of each ingredient accordingly. For preparing calamine lotion in the laboratory, we require mortar and pestle. And with the help of this, we can properly mix and saturate all the liquids and the powder to make smooth calamine lotion. First, transfer 3 gram calamine lotion in clean and dry mortar pestle. Calamine is chemically zinc oxide or zinc carbonate in which small percentage of ferric oxide is present. And due to the presence of this ferric oxide, calamine is pink in color. Calamine is used topically for the minor skin irritation. Skin irritation caused by the chicken pox, insect bites or stings, measles, eczema, sunburn, poison ivy and other minor skin condition. Calamine is also used as an anti-itch medicine that works by causing a cooling sensation as it evaporates on your skin. Now, next ingredient, zinc oxide. Transfers 1 gram of zinc oxide into the mortar. Zinc oxide is used topically as a skin protective and is also have antiseptic and astringent property. And due to this astringent property, zinc oxide constricts the body tissue and also constricts the skin pore. So it is useful for oily skin. And due to this property, it is used in dusting powder, lotion, and to prepare ointment also. And this preparation is used to treat the skin disease, skin infection, psoriasis, etc. Now, transfer 0.6 gram bentonite into the mortar. Bentonite is a clay mineral, means chemically it is made of aluminium silicate. It is insoluble in water but shows swelling property. Bentonite is very useful for oily skin and it is used in many cosmetic products as facial, as compact powder, as skin foundation, in face pack, anti-acne product. Now, after adding all the powder ingredients in the mortar, mix and saturate all the ingredients with the pestle. By saturation, we reduce the large particle, means coarse particle, into the fine particle, means very small size, so that our calamine lotion will be very fine and smooth. Next, we have to transfer 0.1 gram sodium citrate in a beaker containing sufficient quantity of rose water. With the help of glass rod, dissolve the sodium citrate. Here we have taken 10 ml of rose water. Here you can see that sodium citrate is completely get dissolved in rose water. Now add this sodium citrate drop by drop into the mortar containing mixture of powder which we have mixed previously.
And simultaneously, we have to triturate the content of motor to prevent the formation of lumps. If lumps get formed, then it will get break by the trituration. Here, the sodium citrate act like a buffer, and it is used to maintain the pH of our preparation or any other skin preparation. We have to add all the sodium citrate solution drop by drop with the continuous trituration. We have to triturate the content till our slurry becomes very smooth and fine. Calamine lotion is used for mild skin condition, for itching, skin irritation, oily skin treatment. It is one of the most common preparation prescribed for this condition. Here you can see that our slurry becomes very smooth and fine. Now add liquids. First measure 0.1 ml liquefied phenol and then mix it properly. Liquefied phenol shows local anesthetic action and it also has antiseptic property and anti-itching property. Now measure 1 ml of glycerin and then add it drop by drop in the motor with continuous stirring. It is hygroscopic in nature, so absorb moisture from the air so that it makes the skin moist and provides soothing effect. Now add rose water, or you can also use purified water. Add the rose water till we get total volume 20 ml of our preparation, means we have to make up the volume of calamine lotion to up to 20 ml. Now our calamine lotion is ready to use topically. You can transfer this calamine lotion in a bottle, label it and place it for the use. Thank you. هاي بالنسبة إلى الكالامين لوشن. تلاحظون أنه المكونات الأساسية لهذا المستحضر كانت هي الأكويس ميديوم إضافة إلى الكحول ووجود الجليسرين جليسيرول إضافة إلى المواد الأساسية الأخرى اللي تستخدم اللي هي مثل ما ذكرت الزنك أوكسيد كأسترينجنت and الكالامين اللي هو يستخدم to reduce irritation of the skin والcitric acid كان يستخدم for buffer effect حتى تكون الـ pH مقاربة لـ pH السكين اللي هي 5.5 تقريبا. أما بالنسبة إلى liniments فهو oil كان camphor مثال على oil type liniment. استخدمت الأرتشيس أويل اللي هو مثل ما ذكرنا بينوت أويل هو عبارة هذا الليمنت عن كامفور معها الأويل We have taken 2 gram camphor and 10 ml arachis oil. We have mixed the camphor with the arachis oil and we have kept it in a water bath. هاي عبارة عن oil معها camphor. بيحاول انه يعمل dispersion of camphor in the oil. استخدام ال water bath. مثل ما ذكرنا هذا النوع من الليمنت هو oil types يستخدم for inflammatory condition and also for treatment of itching and irritation. As long as the camphor dissolves, do not keep it in keep this at a very high temperature because the camphor will sometimes near about 40-50 degrees Celsius just dissolve. If the temperature is too high, bring the beaker outside and just dissolve it and then keep it in the water bath again.
transfer the liniment to a bottle and label it. You can see how your previous batch has made. هذا هو مستحضر الناتج هو الكامفور لينمنتس. كامفور لينمنتس مثل ما ذكرنا هو الأويل تايب لينمنتس. يستخدم أكثر شيء لعلاج الإنفلاميشن. ليش يستخدمونه لعلاج الإنفلاميشن عادة؟ يستخدمونه لأنه هو يزيد البلود فلو بالمنطقة. يزيد البلود فلو بالمنطقة إضافة إلى أنه عبارة عن كاونتر إيرتنت. من زاد البلود فلو راح يقل الانفلاميشن ويقلل السويلينج اضافة الى انه كاونتر ايريتنت راح يقلل الاريتيشن. فطريقة تحضيره هي عبارة عن emulsion oil dissolved in or dispersed in water. المستحضر الاخير اللي هو الكولوديون. John Pharmacy. Today we are going to prepare a very important preparation which could be prescribed by a physician or could be recommended as OTC here in the pharmacy. The preparation is salicylic acid inside of flexible collagen. No, finally what salicylic acid collagen? We should have many things. First is documentation. This is the documentation of the preparation. عبارة عن المكون. مال المستحضر الأوزان والأحجام المطلوبة. Salicylic acid, lactic acid, flexible collagen. Close. Again, this is the formulation. The ingredients is salicylic acid, lactic acid, flexible collagen. The quantities is 5 grams for salicylic acid, 5 milliliters for lactic acid, and the quantity sufficient up to 30 milliliters of flexible collagen. Here we have the ingredients, salicylic acid powder and lactic acid is a solution and flexible collagen. هذا هو flexible collagen تلاحظون عبارة عن مستحضر سائل. شوفوا لاحظوا التعبئة ماله ايش قد دقيقة الغلاف شو محكم اللون أمبر إن كلر حتى ما يتأثر بالإضاءة. And this is the tool we will drop by. So, the first step, we're going to wet the salicylic acid using a spatula and turn on the scale, zero, and we'll take. We have made some adjustments to the quantities because this dropper is 20 milliliters. It's not 30 milliliters. So the quantities will be adjusted to salicylic acid will be 3.3 grams and lactic acid will be 3.3 milliliters, not 5. So we're going to weigh 3.3 grams of salicylic acid. 3.3. Okay. We will add inside the dropper using the funnel. مثل ما ذكرنا drop by drop يضيف المريض فنحتاج إلى dropper كعبوة لتحضير الساليسيليك أسيد كولوديوم. We'll try again without the funnel. Sometimes we could use a lubricated paper instead of this paper in order to let it slide. Now we have added salicylic acid inside the container. The next step, we are going to measure the lactic acid. This time we must use the funnel and it will work.
measuring 3.3 milliliters. Lactic acid is slightly less, this, so take care while measuring. Next step, we are going to add the lactic acid to the salicylic acid inside the glass container. Then we close and add on the plate. Lactic acid, يعني هوني أضيفه حتى يعني يزيد يحسن وجود أو availability of salicylic acid from the dried collagen. يعني ساعد على انه يتم افراز الساليسيليك اسيد بسهوله حافظ على وجوده بعد ما تجف الكولاجين. We're going to add a slight amount of flexible collagen. We're going to add a slight amount of flexible collagen, about 5 or 10 milliliters. Note that we will add the flexible collagen, a quantity sufficient to fill this container. So we'll just add this amount first while heating. Take care of this, should be hot. We'll add the flexible collagen and we close the container again in order not to evaporate, because the flexible collagen containing ether. Ether is volatile, so we should close the container. لاحظوك خلاها على الخمسة يعني ما تجاوزت 30 درجة سيليزية الحرارة. يعني حرارة جدا بسيطة. The content of the salicylic acid inside the solution and the final solution should be clear. If you note, it is dissolving now. هاي هو المستحضر بعد ما يذوبه أول إذا. And adhesive film while applying the drops. انتظر إلى حد ما يذوب بالكامل. To adjust the final concentration. كمل الحجم إلى الحجم النهائي بعد ما ذوب المادة. Almost close the main containers. Could wait a minute or something in order to decrease the heat. We could wait until it's completely cool and then add the flexible collagen. The last step is adding the label. You could write salicylic acid and flexible collagen. أحضن اللابل. And the final step is by this dropper. We will put, we'll dip inside the dropper and it will go out with a little drop.
then we will apply it. Here we are, finish. هذا كل ما يتعلق بالمحاضرة. أتمنى أنه استفدت من الموضوع، وصلت الفكرة. إذا أحد عنده سؤال يتفضل يسأل.